أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا موجز الأخبار من قناة صلاح الدين الفضائية. يشكو سكان مدينة تكريت من متلازمة ثلاثية تتمثل الأولى بزحامات مرورية ووقوف فوضوي في الشوارع الرئيسية مقابل أصوات مزعجة للسيارات والدراجات الهوائية التي تم تحوير اسطوانات الاحتراق فيها، إضافة لانتشار الكلاب السائبة بما يهدد حياة سالكي الطرق. ناقش وزير الكهرباء زياد علي فاضل مع مسؤولي شركة أوربكان القطرية تفاصيل نهائية لإبرام عقد إنشاء محطة بخارية جديدة في بيجي بطاقة 2100 ميجاوات. بحث السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي مع قيادات في تحالف العزم إكمال الاستحقاقات الدستورية والتشريعية وانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي ودعم جهود الحكومة العراقية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية والاستثمار. قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن غزارة الأمطار لهذا الموسم مكن من زراعة مساحات واسعة بالمحاصيل الاستراتيجية الاقتصادية، مؤكدا لوزيرة الزراعة والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان بيكر طالباني متابعة متعلقات الموسم الزراعي وموسم تسويق الحنطة. قال النائب ميروان قرني أنه سلم مذكرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحل مشكلة المزارعين الكرد في محافظة كركوك، مشيرا إلى أنه شكل لجنة لحل هذه المشكلة والسماح للمزارعين بحصاد محصولهم. أفاد محافظ نينوى عبد الله الدخيل بأن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمت بموافقة رئيس الوزراء، مؤكدا وجود اهتمام أمريكي بإعمار سنجار ومشروع مطار الموصل سيمضي. نفت وزارة الدفاع ما جرى تداوله من أخبار عن إحالة عدد من ضباط الوزارة ممن هم برتبة فريق للتقاعد أو إمرة المحاربين، مؤكدة اعتزازها بضباطها جميعا وخاصة القادة الذين قاتلوا الإرهاب. أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي أن حكومة أقليم كردستان وافقت على توطين رواتب الأقليم في المصرف العراقي للتجارة TBI. تمكنت قوة عسكرية من العثور على أسلحة مختلفة الأنواع مخبأة في السقف الثانوي لأحد الدور السكنية واعتقال صاحبه داخل ورشة يستخدمها لتحوير وصيانة الأسلحة فيها، مكائن ومعدات من بينها تورنا وأجزاء من أسلحة مختلفة. أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن استراتيجية الحكومة شجعت المواطنين على الدخول في مناخ المدفوعات الرقمية، فيما أشار إلى أن التعاطي النقدي سيشهد انغلاقا تدريجيا لمصلحة الشمول المالي الرقمي بدءا من العام المقبل. كشفت النائب عاليا صيف عن فساد كبير في البنك المركزي بقيمة 3 مليارات و600 مليون دولار، حقق فيها البنك الأهلي أرباحا بنحو 40 مليار دينار من مبيعات مزاد العملة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري. كان هذا الخبر الأخير، في أمان الله.